أنا صيدلانية في المجال القروي في جامعة مجرطية ولا الطالب. بديت كنخدم هادي تقريبا واحد العام ونص. بداو كيجيو عندي الناس، بديت كنتعرف مع الوقت. بداو تيشكيو ليا، قال لك اودي راه عندنا ليرجونس ولكن ما عندناش الدواء، كنضطروا نطلعوا حتى لكازا باش نشريو الدواء. قلت لهم علاش؟ قال لك الحراسه الليليه في مدينه ما كايناش. المهم من بعد مع الوقت خديت البادره على انني ندير 24 ساعه على 24 ساعه. الحمد لله تعرفت، كل شيء بدا يجي عندي. داز واحد الوقيته جا عندي الفارماسيان اللي بالجوار ديالي اللي تتواجد في المجال الحضاري، وبدا ودخل وتهجم عليا وبدا يقول لي حيدي لانسين ديالك ولا غادي تسناي حرب بيني وبينك. مع الوقت من بعد شي يومين تقريبا ما لقيتش لانسين ديالي، تشفرات، بقيت كنقلب عليها، ما خليت ما درت، مشيت درت شكايه بدون جدوى. ومن بعد جا درت انسين واحده اخرى، جا القايد حيدها لي. مشيت عنده قلت له دير عندي لوتوريزاسيون، عندي كل شيء قانوني. قال لهم يلا عطيوها لها. مشيت مع السيد تندخل لواحد البيرو كيحيد واحد لاغموار تيعطيها لي، كانت مخبعه تما. ومن بعد علقتها، عاود جداها، بقينا على هذا المول شي 3 ولا 4 المرات. وفي الاخر كنكتشف انها تهرسات، انهم هرسوها لي ودقدقوها لي. حسبي الله ونعم الوكيل. مع الوقت جا هاد الفارماسيان، ما خلى ما دار، مشى عند لي زوطخ فارماسي. انا ما كنعممش، الاغلبيه جاو ضدي وبداو كيجيو كيديروا لي مضايقات، بداو تيديروا شكايات باش ندخل، يبزوني باش ندخل معاهم في المجال الحضاري. لدرجه انهم تيجيو يصوروني، تيجيو يراقبوني. واحد السيد، واحد الفارماسيان، بدا تيجلس كاع في قبل السبيطار، الطوموبيل اللي كتخرج وتتكون جايه عندي كيتبعها وكيدير لها الفار وكيوقفها وكيقول لها ما تمشيش عند ديك السيده، هذيك راه تخدم بطريقه غير قانونيه. حتى تنكون في لافارماسي حتى تيجيو الناس يقولوها ليا. هذا الشيء راه ماشي معقول. ودابا حنا الناس قاريين وواعيين ونوصلوا لهذا المستوى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مني جا هذا الوباء، جا راجل السلطه، جا معاه ليكيب ديالو، جاو لي جوندارم، بداو كيغوت ليا هنايا، بقى كيقول لهم سدوا لها الريدو. قلت له سيدي لاش يسدوا ليا الريدو، انا يا خدامه بطريقه قانونيه. قال لك لا هذا الشيء اوامر. قلت له لا، اوامر عليا، اعطيني ما يثبت، اعطيني وثيقه اداريه من السي العامل وانا مع القانون، انا نسد. جوا قال لي ما خلانيش تنهضر، بدا كيغوت على الناس وتيسبهم وتيهضر بطريقه دون المستوى. بقى تيقول الناس هاد السيده خدامه بطريقه غير قانونيه، كيشوه السمعه ديالي. وحنايا كصيادله كنخدموا في اطار المنظومه الصحيه الوطنيه اللي كيسهر عليها جلاله الملك الله ينصره لحمايه صحه المواطنين، الا ان هاد السيد كيجي كيخرق قوانين الحجر الصحي، لدرجه انه داير صندوق ديال الخضراء اللي ما عرفناه واش معقم ولا ما معقمش، وكاز قبات لا فارماسي. وبهاد العبارات يقول لي انا لا ما عندي ما يدار، النهار والله لا بعتي والله لا شريتي. كيسب الناس وبدا كيصيفطهم، تيقول لهم هاد لا فارماسي راه ساده، راه غير قانونيه، سيروا لا فارماسي الفلان فلانيه اللي عندها لاكارد، اللي عندها لاكارد اللي كتبعد عليا بشي 10 الكيلومتر. كيف يعقلوا ان وزاره الصحه ووزاره الداخليه كيحثوا على ان المواطنين ما ينتقلوش من حي لحي الا ان هاد باش نحاصروا الوباء، الا ان هاد راجل السلطه كي في عوض ما يحمينا ويشجعنا كيحاربنا وكيكون ضدنا. عرف علاش قصدي اني انا من دون لي فارماسي المجال القروي، انا بوحدي اللي داير لي هذا الشيء، وبغيت نعرف شكون ورا هذا الشيء كله. لانها مؤامره. جاو في هذه الوقيته اللي ما عنديش فين نمشي نشكي، ما كاين لا محكمه لا عماله، وجاو تيتهجموا عليا بهذه الطريقه، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ومن هذا المنبر كنوجه رساله لسيدنا الله ينصرو ويحفظو لينا وجميع المسؤولين الكبار، باش يبحثوا في هذا الموضوع ويرجعوا لي حقي ويرجعوا لي كرامتي. وشكرا. جيت الفرماسيان بغيت ناخذ الرابوز، انا هي مريضه، حبسوا انا صحاب الجامعه. قالك لا ما يمكنش لكم تاخذوا الدواء، حنا ما عرفناش علاش تفاجئنا. قالك لا سيدي ما تاخذش الدواء. المره باغا تعطينا الدواء، قالك لا ما تاخذيش الدواء. ايوا ملي غناخذ انا الدواء وضروري انا خاصني الرابوز، اش نمشي نموت انا في الضيقه؟ كيفاش غندير؟ اش غنهبط حتى المديونه ناخذ الرابوز والحجر الصحي؟ حنا باركين حدا ديورنا، الفرماسي حدا ديورنا،
حنا فين ساكنين المنطقه ديالنا، مين غنمشيو نجيبو هاد الرابوس؟ شكون غيجيبو لك؟ يلا قال لك لا السلطه، قال لك لا صحاب الجماعه، قال لك لا ما تسيري بحال هياك لا وجراو عليا. يلا اش من حق هذا؟ اش من حق الفرماسيان تسد لي هي قريبه لينا ملي كنتقداو؟ انا مريضه مشيت بغيت ناخذ الدواء، جراو عليا صحاب الجامعه، قلت له ودي انا جيت ناخذ عدوى الله يرحم ليكم الوالدين، قال لي سيري موتي سيري في حالك، جراو عليا ما خلاونيش ناخذ الدواء. ماشي من حق هذا، قالك لا سيروا في حكم هذا الحجر الصحي بالزتا والصيدليه حدانا وجراو علينا، قالك لا ما تاخذيش الدواء سيري في حالك، محيحين تما حابسين الصيدليه المقدميه وكل شيء، والله ما خلونا ناخذ الدواء وانا مريضه محنه بزاف مكرفسه وما خلونيش ناخذ الدواء وجراو علينا، قالك لا ما تاخذيش الدواء. ما عرفناش هادشي كيف طارينا، لا حمام لا فران لا صيدليه قالك حيدوها لا حتى حاجه، ما عرفناش اخويا هادشي اش واقع، حتى حاجه ما كاينه هنايا، قالك على الصيدليه حالة نافعنا في الدواء، قالك لا جراو علينا، جانا كاكا يضروا علينا دوك العساكريه وداك الشيء جراو علينا، قالنا سيروا في حالكم ما خلوناش ناخذوا الدواء. وحنا جدنبنا حنا بغينا ناخذوا الدواء، رسلنا للصيدليه اخرى جيت قالك سيروا جيت صفيه وخذوا الدواء ديما ما تاخذوش منا الدواء وجري علينا، وانا مريضه ما قاديش، قالك لا ما تاخذوش الدواء من هنا سيروا في حالكم وجراو علينا.